هاي الفينيقيين الشعوب السامية القديمة يلي سكنت لبنان وسوريا وأنشأت ممالك صغيرة مثل عكا، جبال وصور بين 1000 و 700 سنة قبل الميلاد. كانوا قوة مهمة بالعالم القديم حتى سنة 146 قبل المسيح. اشتهروا الفينيقيين بالتجارة، ومن بين اكتشافاتهم صدفت الميركس يلي بتنتج صبغة حمراء انعرفت بالأرجوان وكانت قيمتها عالية، ولكن بسبب استعمالهم لهالصبغة هالصدفة انقرضت. علاقة صداقة كانت تربط الملك أحيرام بالملك سليمان، والفينيقيين هن يلي صمموا وبنوا الهيكل واستعملوا خشب الأرز بالعمار. اسم القارة الأوروبية فينيقي بالأصل بيعود لأميرة من سور أوروبا. الفينيقيين أسسوا مدن عديدة مثل قرطاج بتونس وإيبيزا بالبحر المتوسط، وأهم شيء هن يلي اخترعوا الأبجدية. مين قال إنه دراسات الدي إن إيه بتدل على إنه واحد من بين كل 4 لبنانية هو من أصل فينيقي؟ أنا قال، بشوفكم بكره.